أعلن محافظ البنك المركزي السعودي محمد الجاسر أن الرياض تبحث تقديم قروض ذمية لدمشق مع تحسن العلاقات بين البلدين، لكن لن تكون هناك مساعدات نقدية مباشرة. وانتعش النشاط الدبلوماسي بين دمشق والرياض في الشهور الأخيرة بعدما اتفق على تجاوز خلافاتهما الدبلوماسية وتهدئة التوتر بين حلفيهما في لبنان الذي يستقبل تدفقات نقدية كبيرة من المملكة العربية السعودية. في مؤشر على تحسن العلاقات بين السعودية وسوريا، قال محافظ مؤسسة النقد العربي البنك المركزي السعودي محمد الجاسر إن بلاده تبحث تقديم قروض تنمية لسوريا، ولكن لن تكون هناك مساعدات نقدية مباشرة. وقال الجاسر خلال مؤتمر مصرفي في دمشق: سوريا من أهم الاقتصادات العربية، وأعتقد أن السوق واعد لكل من لديه استثمار. وسئل الجاسر عما إذا كانت السعودية ستودع مبلغا نقديا مباشرا في البنك المركزي السوري كما فعلت في لبنان، فقال إن هذا أمرا غير وارد، لكنه قال إن الصندوق السعودي للتنمية وقع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية السورية الأسبوع الماضي لإقراضها 140 مليون دولار من أجل رفع الطاقة الإنتاجية لمحطة لتوليد الكهرباء في سوريا، وسيكون القرض هو الأول من نوعه منذ اغتيال الحريري. وانتعش النشاط الدبلوماسي بين دمشق والرياض في الشهور الأخيرة بعدما اتفقتا على تجاوز خلافاتهما الدبلوماسية وتهدئة التوتر بين حلفائهما في لبنان الذي يستقبل تدفقات نقدية كبيرة من السعودية. وتدهورت العلاقات بين السعودية وسوريا في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاستثمارات والمساعدات السعودية إلى سوريا. وتحتاج سوريا لإنفاق مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية وإنعاش منطقتها الشرقية التي ضربها الجفاف وتخفيض البطالة، وكذلك التعامل مع نمو سكاني يبلغ 2.5% سنويا. ويأتي أغلب الاستثمار من مستثمرين بينهم مغتربون سوريون ومن الاستثمارات الخليجية في قطاعي المصارف والعقارات. وتشير بيانات البنك الدولي إلى انخفاض النمو الاقتصادي في سوريا العام الماضي إلى 3% مقارنة مع 5.2% في عام 2008. وفتحت سوريا العديد من قطاعات الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص، لا سيما قطاعي المصارف والتأمين، وذلك منذ تولي الرئيس بشار الأسد مقاليد الحكم خلفا لوالده حافظ الأسد في عام 2000.